مشاهدينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم مدرسة أونلاين. النهاردة بإذن الله هنتكلم عن التطبيقات التكنولوجية لبرامج مايكروسوفت أوفيس، وهنخص بالشرح باستفاضة برنامج مايكروسوفت وورد. في الأول هنسأل نفسنا سؤال، هل التطبيقات التكنولوجية دي اقتصرت على المجال التعليمي وعلى مجال البرامج؟ علشان نجاوب عن السؤال ده تعالوا كده هو نستعرض يومنا من أوله ونشوف التكنولوجيا دخلت ازاي في حياتنا اليومية واقتحمتها بشكل ما نقدرش نستغنى عنه. أول ما بنصحى الصبح أول حاجة بنعملها بنمسك الموبايل، نشوف الساعة، نشوف الإيميل بتاعنا إيه اللي جالنا، إيه الإيميلات اللي استلمناها، إيه الإيميلات اللي وصلت اللي بعتناها قبل كده هو. بعد كده هو بنبتدي ندخل المطبخ نستخدم الأدوات التكنولوجية اللي فيه. بعد كده هو بنبص نلاقي نفسنا فتحنا التلفزيون نتفرج على الأخبار. بنستخدم المكوى بشكل يومي تقريبا، دي أداة تكنولوجية برضو من الأدوات اللي اقتحمت حياتنا. هنيجي ننزل في مشوارنا في المكان اللي احنا رايحينه سواء مكان تعليمي أو مكان عمل، بنستخدم الأسانسير، بنستخدم وسائل المواصلات المختلفة. شايفين إن التكنولوجيا ماشية معانا خطوة بخطوة، يعني تكاد لا تخلو أي خطوة من خطواتنا اليومية من مستحدث تكنولوجي بنستخدمه خطوة بخطوة. بعد كده هو رحنا مكان عملنا سواء كنا بنعمل في مجال التجارة، في مجال الصناعة، في مجال الزراعة، بص نلاقي أول حاجة بنعملها بنقعد على مكتبنا، إيه اللي بيحصل؟ إن إحنا بنستخدم اللابتوب، بنستخدم الكمبيوتر اللي خاص بينا. مجال لو أنا شغال في مجال الزراعة بستخدم الأدوات الزراعية، في مجال الصناعة بستخدم المكنات. فهنبص نلاقي إن التكنولوجيا غزت العالم بشكل واضح وصريح شئنا أم أبينا. طيب هل في المصاحبة للتكنولوجيا لينا في حياتنا اليومية أي حاجة من الحاجات اللي تطرقت ليها التكنولوجيا في يومنا هل نقدر إن احنا نستغنى عنها؟ هو احنا عشان اعتدنا على استخدامها فإحنا شايفين إن هي من متطلبات اليوم، لكن نجرب كده نتخيل ان احنا نستغنى عن أدام الأداة دي هنلاقي الحياة صعبة وتكاد يكون خلاص دي بقت لصيقة بمتطلبات حياتنا. طيب هنيجي نتكلم عن أهمية التكنولوجيا في حياتنا. يا ترى التكنولوجيا والأدوات التكنولوجية والمستحدثات التكنولوجية دي مهمة في حياتنا في ايه؟ ايه النقاط اللي ممكن نتكلم فيها؟ أول نقطة تسهيل التواصل بين الناس، ده أنا في أقل من ثانية أقدر أبعت رسالة، أقدر أعمل فيديو كونفرنس أجمع فيه مستخدمين أو مستمعين من كل البلاد في دقيقة واحدة، نكون في تواصل بيننا ونبتدي إن إحنا نناقش أمورنا سواء أمور علمية سواء أمور تجارية أيا كانت الوظيفة اللي بنأديها. قال لك التكنولوجيا ساهمت في تطور المعرفة والعلوم، بالتأكيد طبعا كل المستحدثات التكنولوجية اللي احنا بنستخدمها ساهمت بشكل كبير في تطور العلوم في أي مجال من المجالات. لو مسكنا مثلا المجال الطبي، تعالوا نتذكر كده الاختراع اللي سجل للعالم المصري أحمد زويل، الفيمتوثانية. الفيمتوثانية دي اكتشاف او وحدة قياس زمنية مستحدثة. حصلت ازاي؟ احنا متعودين على الوحدات الزمنية اللي احنا عارفينها، الدقيقة والثواني والساعات، ولكن مع التطور التكنولوجي اكتشفنا ان في وحدات زمنية ممكن ان احنا نستحدثها. قالت التكنولوجيا ساهمت في حل مشاكل المجتمع. طب تعالوا اقرب مثال لدخول التكنولوجيا في حل مشكلة أساسية حصلت لنا، الأوبئة اللي انتشرت في الآونة الأخيرة، وكان بسببها إن توقفت الدراسة وتوقف اتصال الطالب بالمعلم. فهنا دخلت التكنولوجيا بكل قوة لتثبت إن هي ممكن تساهم في حل هذه
المشكلة إزاي؟ عملنا المنصات التعليمية، وكان أشهرها المنصة التعليمية إدمودو اللي اتعاملنا معاها مع الطلبة في المدارس، وكانت بديل للمدرسة. صحيح إن المستحدثات التكنولوجية في مجال التعليم لا تغني عن وجود المدرسة ولا تغني عن وجود المعلم، ولكن في ظل ظروف قهرية كان غصب عن البلاد والشعوب إن هي تلاقي بديل مستحدث تكنولوجي يحل الأزمة إلى أن تنتهي. طيب، قال لك التكنولوجيا كمان بتساهم في إيه؟ قال لك بتساهم في رفع كفاءة العمل والإنتاجية. رفع كفاءة العمل والإنتاجية. في مثلا عم سعيد ده عامل صاحب مصنع صغير بينتج منتجات معينة من شغله في المصنع ده. عم سعيد رافض تماما ان هو يدخل العنصر التكنولوجي عنده في المصنع، هو عايز عمالة يدوية، مش عايز يدخل اي آلات تكنولوجية، في حين ان زميله بيعمل في نفس المجال وفي نفس الصناعة وفي نفس المنتجات قعد يقنع عم سعيد ان هو يدخل العنصر التكنولوجي عنده. فعم سعيد قال لا، انا هقتصر على العنصر البشري، في حين زميله الثاني جاب المستحدثات التكنولوجية واستخدم الآلات التكنولوجية اللي بتساعده في تحسين منتجه. طيب، هل يا ترى المنتج اللي هيطلع من عند عم سعيد هيكون بنفس الجودة والكفاءة من المنتج اللي بينتج من عند زميله اللي استخدم العنصر التكنولوجي؟ بالتأكيد لا، أكيد اللي استخدم العنصر التكنولوجي هيكون فيه كفاءة عالية في الإنتاج، جودة عالية في الإنتاج، وفرة في الإنتاج، هيوفر وقت وجهد. عم سعيد هينتج 20 وحدة في الساعة، زميله هينتج 50 60 100 وحدة في الساعة. فالعنصر التكنولوجي لما دخل في الصناعة شفنا قد إيه فرق في الإنتاجية وفي جودتها. قال لنا كمان إن هو بيسرع العمل وإنجازه. بالتأكيد لما يكون في مكنة وعامل واقف عليها وبيشتغل عليها وبينتج منتج معين، أكيد طبعا هيكون في سرعة في إنتاج المنتج، خطواته وخطوات الإنتاجية بتقل أو وقتها بيقل، في حين إن هو لو هو شغال بالأيدي العاملة فقط ده أكيد هيحتاج لوقت كبير علشان ينتج نفس الوحدات اللي بينتجها المصنع اللي بيستخدم التكنولوجيا. طيب، نتكلم بقى عن أهم مجالات استخدام التكنولوجيا في حياتنا اليومية. التكنولوجيا لما غزت المجتمعات والشعوب دخلت في جميع المجالات. ايه هي المجالات اللي دخلت فيها؟ قال لك دخلت في المجالات في الاتصالات، ثورة هائلة حصلت في الاتصالات، زي ما قلنا البريد الالكتروني، التويتر، التليجرام، كل دي ثورة حصلت في الاتصالات كان سببها التطور التكنولوجي. في مجال التجارة، التجارة الالكترونية، طبعا كلنا سمعنا ان التجارة الالكترونية غزت العالم والتسويق الالكتروني. بنشوف احيانا لما بنيجي نشتغل على برنامج او تطبيق معين على الكمبيوتر او على اللاب، نبص نلاقي ايه، طلعت لنا اعلانات عن منتجات ترويج ليها وتسويق ليها عن طريق المستحدث التكنولوجي. فالتجارة الإلكترونية غزت العالم بشكل أصبح ممكن تنعقد صفقات من خلال الأونلاين، كتابة عقود وتسجيل عقود، وبقى في حاجة اسمها مراكز التجارة الدولية. مراكز التجارة الدولية دي الصفقات أغلبية صفقاتها بتتم إلكترونيا، حتى الإجراءات الورقية برضو بتتم إلكترونية. في مجال الطب والصحة، التطور التكنولوجي الهائل اللي حصل في مجال الطب والصحة ده مش بس إن هو على مستوى المؤسسات الطبية والهيئات الحكومية الطبية، ده مستوى كمان شركات تصنيع الأدوية، شركات تركيبات كيميائية معينة بتساهم في تطوير المجال الطبي، ده كمان على المستوى الشخص الفردي. الفرد دلوقتي في المجتمعات اللي نالها نصيب كبير من التكنولوجيا الطبية بقى فيه أجهزة بيستخدمها بدون الرجوع للمستشفى أو الرجوع للطبيب، زي أجهزة قياس الضغط، أجهزة قياس السكر، أجهزة قياس درجة الحرارة، أجهزة قياس نسبة الأكسجين، كل دي أجهزة طبية أصبح المستخدم العادي في بيته بدون إن هو يذهب للطبيب يستخدمها بنفسه. فكمان الثورة التكنولوجية الطبية
عملت أجهزة بسيطة يقدر زي ما قلنا أي مستخدم عادي، أي مريض عادي إن هو يستخدمها وهو قاعد في بيته. طيب الثورة التكنولوجية نالت من إيه كمان؟ نالت في المجال الزراعي، غزت المجال الزراعي بشكل عمل طفرة في المنتجات الزراعية، من أول الأسمدة اللي بتتصنع بطرق كيميائية، الآلات، آلات الزراعة، آلات الحصد عفوا، كمان آلات التسوية بالليزر، ده أحدث مستحدث تكنولوجي حصل في المجال الزراعي، تسوية الأراضي باستخدام الليزر عشان توفر الثروة المائية وكمان بتؤدي إلى زيادة في الإنتاج. نيجي آخر ونيجي لا هنضيف بقى في حاجة مهمة جدا في مجال التكنولوجيا في المجال العسكري، وده أدى إلى تنافس بين الشعوب في إنتاج المعدات العسكرية، وأصبحت الدول تقاس قوتها العسكرية بما تنتجه من مستحدثات تكنولوجية خاصة في هذا المجال. نتكلم كمان عن دور التكنولوجيا في التعليم، وده أساس الحلقة بتاعتنا النهاردة. التكنولوجيا غزت التعليم، غزت المعلم وغزت المتعلم والمؤسسات والهيئات التعليمية ايه بكل انواع. طب هي وهنتكلم ازاي بالتفصيل ازاي غزت هذه الاماكن التعليمية. التكنولوجيا زي ما شفنا لما غزت جميع هذه المجالات هي ما فرقتش بين دول غنية بين دول فقيرة، ما بين أعمار المستخدمين ليها، ما بين ثقافتهم وحصولهم مدى حصولهم على قدر من التعليم. لا، احنا بنلاقي ان الطفل الصغير بيستخدم التكنولوجيا، بيستخدم التاب، بيستخدم الألعاب التعليمية، بيستخدم التلفزيون بشكل يعني يقدر يبرمج القنوات، يقدر ان هو يعيد ترتيبها. يعني حتى الكبار او البالغين او الراشدين اصبحوا ان هم بيتعلموا من اطفالهم في البيوت في المجال التكنولوجي. طب بالنسبة للثقافات، هل هنقول ان اكتر ناس مستخدمين للتكنولوجيا ذوي الثقافة العالية؟ ابدا، هنبص زي ما قلنا ان التكنولوجيا تصاحب يومنا من بدايته الى نهايته. طيب هل التكنولوجيا بنستخدمها في اماكن العمل بس؟ لا، ده احنا كمان بنستخدمها في البيوت، ده احنا كمان بنستخدمها في الاماكن الترفيهية. يبقى نقدر نقول ان الغزو التكنولوجي غزا العالم على اختلاف انواعه وثقافاته ودوله، عربية اجنبية، جميع فئات المجتمع وجميع طبقات المجتمع غزت التكنولوجيا حياتهم اليومية. طيب يبقى احنا بقى دورنا في مجال التعليم ان احنا نبحث عن هذه الوسائل والمستحدثات التكنولوجية ونوظفها في مؤسساتنا التعليمية وفي مدارسنا وفي جامعاتنا. طيب بالنسبة للمعلم، التكنولوجيا أثرت عليه في إيه أو دخلت في مجال إيه عنده؟ المعلم ممكن إن هو يستخدم الكمبيوتر كوسيلة تعليمية، المنصات التعليمية اللي بتشتغل أونلاين، بيئات التعلم الإلكترونية، المدونات، المنتديات التعليمية، كل دي وسائل وتولز وأدوات تعليمية المعلم بيوظفها علشان تتم العملية التعليمية مع الطلبة على أكمل وجه. ده بالنسبة لمين؟ ده بالنسبة للمعلم. طب تعالوا نشوف بالنسبة للمتعلم، المتعلم هيستخدم الوسائل التكنولوجية إزاي وبأنهي طريقة؟ في حاجة، في كذا تولز متاحة للمتعلم ان هو يمارس فيها عمليته التعليمية من خلال التكنولوجيا. في عندنا البريد الالكتروني، في عندنا زي ما قلنا المنصات التعليمية اللي المعلم بيكلفه من خلالها بمجموعة انشطة وواجبات بيقوم بهو بتنفيذها ويرسلها مرة اخرى للمعلم. في ان هو ممكن يحدث اختبارات الكترونية عن بعد
وبيبتدي المعلم يصحح هذه الاختبارات وبيتابع الطالب. لاحظنا كمان ان في اختبارات الكترونيه تمت عن طريق الجامعات في الاونه الاخيره في ظل الظروف اللي مرت بها البلاد من انتشار الاوبئه والامراض. حتى شهادات التويفل اللي كانت بتمنح من المراكز المعتمده ليها دخلت لاول مره او بكثره او انتشرت الحصول على شهاده التويفل اونلاين. ففي ظروف بتمر بيها المجتمعات والشعوب بتجبرهم على ان هم لازم يستخدموا العنصر التكنولوجي كبديل لحين انتهاء الازمات والكوارث. طيب نشوف اهميه دخول التكنولوجيا في التعليم بالنسبه للطالب وبالنسبه للمعلم. دلوقتي لما الطالب يلاقي نفسه بيتعلم من خلال بيئة إلكترونية، بيئة ممتعة، بيئة شيقة، بيئة بيحس إن زمايله موجودين معاه داخل البيئة، بيئة تنفسية، المعلم ممكن إن هو يطرح تكليفات جماعية بيشترك الطلبة فيها، بيشجع العمل التعاوني، بتزداد الخبرات، بتزداد التنافسية، بيزداد الإبداع والابتكار في إخراج التكليفات اللي الطالب مكلف فيها على أحسن وجه. بنعد الطالب للحياة العملية المليئة بالمستحدثات التكنولوجية، مش إن هو داخل المدرسة خلاص هيقتصر استخدامه للتكنولوجيا على اللاب والتاب والموبايل، لأ ده احنا هنوسع مداركه بحيث إن احنا نحطه على بداية طريق التطور التكنولوجي الانفجاري اللي حاصل في المجتمعات والشعوب، يبقى مهيأ ويبقى عنده خلفية عن المستحدثات التكنولوجية اللي ممكن يوظفها في أي مجال هيعمل فيه. التكنولوجيا تخطت حاجز الزمان والمكان، زي ما قلنا مثلا في طالب معين أو في باحث معين عايز يبحث في مجال معين من العلوم، المجال ده غير متوفر في البلد اللي هو موجود فيها، فبدل ما هو يسافر ويتكلف مشقة السفر وان هو يتكفل مصاريف إقامة، ده ممكن ان هو يسجل في هذا العلم من العلوم في المكان اللي هو قاعد فيه ويبتدي يمارس التعليم بتاعه اونلاين باساليب ممتعة واساليب شيقة بتؤدي الى فعلا زيادة المعارف وزيادة الادراك وزيادة الدافعية للتعلم. طيب الوسائل التكنولوجية ساعدت كتير جدا في فئة من فئات المجتمع اللي بتسعى للعلم والمعرفة وبنسميها ذوي الاحتياجات الخاصة. مين هم ذوي الاحتياجات الخاصة؟ ذوي الاحتياجات الخاصة طالبين علم لا يختلفوا في أي شيء عن أي طالب علم، ولكن بتبقى عندهم إعاقات بتحد من حصولهم على التعليم بنسبة كافية. ممكن تكون في إعاقة بصرية، إعاقة سمعية، إعاقة حركية، إعاقة ذهنية. طب التكنولوجيا ساعدت الناس دي أو الفئة دي في إيه؟ لما يجي المعلم يعمل بيئة تعلم إلكترونية أو موقع تعليمي أو منصة تعليمية زي المنصات اللي احنا بنشوفها وتعاملنا معاها، في عنده الفئة دي اللي مثلا عندهم ضعف في السمع، هيبتدي يوظف لهم البيئة دي إن هي تعالج الضعف اللي موجود عندهم ده، يعمل فيديوهات مثلا، يعمل حسابه ان نسبة الصوت تكون عالية بالدرجة الكافية، ان هو يعمل بيئة تكيفية تعالج هذا القصور او هذه الاعاقة عند الطالب. لو طالب مثلا عنده اعاقة بصرية مش بيشوف كويس او مش بيشوف الخطوط الصغيرة، اكيف له البيئة التعليمية، ابتدي ان انا اقول هعمل لهم كلاس او فصل او حجرة تعليمية او قناة تعليمية ابتدي اراعي فيها في المواد التعليمية اللي انا هنزلها او المحتوى العلمي اللي انا هنزله ان انا اخلي الخطوط واضحة، الالوان بالنسبة لهم اختار الالوان اللي تتناسب مع الاعاقة البصرية اللي عنده بحيث ان هو ما يبقاش عنده مشكلة ونظره ما يتعبش اكتر من خلال تعلمه من خلال التكنولوجيا او الاونلاين او البيئات التعليمية الالكترونية. زي ما قلنا مثلا ان هو عنده اعاقة حركية، لا هقول له خليك قاعد في مكانك وعن طريق الاونلاين احنا هنوصل لك المادة العلمية وكمان هنعمل لك اختبار وانت في مكانك هنتغلب على هذه الاعاقة. يبقى التكنولوجيا عندنا التعليمية خدمت هذه الفئة
التي لا يستهان بها في المجتمعات وما حرمتهمش من حقهم في ان هم يمارسوا حياتهم الطبيعية في تلقي العلوم زيهم زي باقي زمايلهم. قال لنا كمان ان المنصات التعليمية والبيئات الإلكترونية ساعدت المعلم على مراقبة الطالب، مش مراقبته إن إحنا يعني نحد من حريته الشخصية، لأ ده هو يقصد بمراقبة الطالب إن هو يعرف مدى استفادته من العلوم اللي المعلم طرحها في البيئة التعليمية الإلكترونية. بيبقى فيه مؤشرات في البيئة بتدل على ان الطالب دخل امتى وقعد وقت قد ايه وتصفح ايه، فتح الفيديو التعليمي اللي خاص بالدرس الاولاني، فتح النشاط، تعامل مع النشاط، حله ولا ما حلهوش، تعامل مع الاختبار الالكتروني، شاف الصور والرسوم الخاصة بالدرس وعلق عليها وشارك زمايله في ان هم ينفذوا الانشطة اللي مكلفين بيها. كل ده بيظهر للمعلم بمجرد ما ضغطة الطالب على الزر معين ودخوله على البيئة التعليمية المتاحة ليه، على طول المعلم بيشوف عنده في الكاميرا بتاعته وفي الإحصائيات بتاعته هل إن الطالب ده فعلا دخل في الوقت الفلاني وتعامل مع الأدوات الخاصة بالبيئة. قال لك إن البيئات التعليمية الإلكترونية بتثقل مهارات الطالب، بتثقل مهاراته لأن هي بتعود إيديه وتفكيره وعينيه على إن هو يتعامل مع البيئات التعليمية التكنولوجية. خلاص هو لو شاف أي بيئة تعليمية بعد كده هو بيعرف من خلال التولز اللي اتعلمها إن هو يتعامل معاها، إزاي يفتح مستند، إزاي يصدر مستند، إزاي يحمل، ازاي يرفع المستندات، ازاي يغير الاحجام، يضغط الملفات عشان يقدر يرفعها، بيبقى صقلنا خبراته التكنولوجية. طيب تعالوا بقى نتكلم دلوقتي بعد ما عرفنا التكنولوجيا ازاي ان هي غزت كل حياتنا وبقت ملاصقة لينا في كل حاجة وفي كل خطوة من خطوات حياتنا. طب احنا دلوقتي اتكلمنا عن فوائد التكنولوجيا وقلنا في كل المجالات فايدتها كذا وعملنا مقارنات وعرفنا ان المقارنة اصبحت في صالح استخدام التكنولوجيا مع العنصر البشري. طيب هي التكنولوجيا ملهاش سلبيات؟ ملهاش نقاط ضعف؟ ملهاش تحديات بتواجهنا من خلال غزوها لينا؟ أكيد أكيد ليها كل الحاجات اللي احنا قلناها دي. طب نتغلب عليها ازاي؟ قبل ما نقول نتغلب عليها ازاي تعالوا يعني نلقي نظرة كده على بعض السلبيات. احنا لما قلنا ان احنا دخلنا المنصات التعليمية والبيئات الإلكترونية والمواقع التعليمية والمدونات والأطروحات وكل الحاجات دي دخلناها في التعليم، هل احنا دخلناها عشان تحل محل المدرسة ومحل المعلم؟ هل احنا كده هنلغي دور المدرسة ودور المعلم؟ لا ما ينفعش. بجانب استخدام التكنولوجيا لازم يكون موازي ليه العنصر البشري، لان ما ينفعش مدرسة من غير معلم. ولكن احنا قلنا في ظل الظروف اللي بتفرض نفسها في المجتمعات بنضطر ان احنا مش لاقيين بديل الى ان تنتهي الازمة، الى ان تنتهي الازمة. ولكن هذا لا يمنع ان احنا نزود خبرة الطلبة بتوعنا في التعامل مع هذه المحدثات التكنولوجية بحيث ان هي تبقى ماشية بالتوازي جنبا الى جنب مع المدرسة. وفي كلتا الحالتين سواء في المدرسة او في المنصات التعليمية الالكترونية دور المعلم موجود، لا يمكن ان احنا نستغنى عن دور المعلم نهائي. ولكن دور المعلم في المؤسسة التعليمية هو بيبقى زي ما نقول كده هو اساسها، هو اللي بيقف يشرح، هو اللي بيتابع، هو اللي بيعمل اغلبية المهام اللي خاصة بالتعليم. لكن لو جينا بصينا لدور المعلم في المستحدث التكنولوجي التعليمي هنلاقي ان هو مرشد وموجه للطالب، هو بيرشده، هو بيتابعه، هو بيسيبه هو يتلقى علومه، بيسيبه يتعلم بالطريقة اللي يتكيف معاها ظروفه
انما هو دور المعلم هنا ان هو مجرد ان هو بيرشد ويساعد الطالب. يبقى هنا دور الطالب عليه العائق الكبير او المسؤولية الكبيرة في تلقي العلوم، وده شيء مش سلبي، ده شيء ايجابي، هيطلع عندنا طالب مبدع، طالب مبتكر، طالب يتحمل المسؤولية، طالب يقدر يدير حياته بنفسه. طيب بعد ما اتكلمنا عن ايجابيات وسلبيات التكنولوجيا وقلنا ان احنا ازاي نقدر نتخطى عائق التحدي او السلبي بالنسبة للمستحدثات التكنولوجيا في التعليم، هنتكلم بقى في الجزء الثاني من حلقتنا النهاردة عن تطبيقات مايكروسوفت اوفيس. تطبيقات مايكروسوفت اوفيس دي متغيرات او تطبيقات تكنولوجية خاصة بالتعليم. فبعد احنا معرفنا دور التطبيقات التكنولوجية في جميع المجالات، نركز بقى على دورها في المجال التعليمي. مايكروسوفت اوفيس عملت لنا حزمة من البرامج سميتها باسم مايكروسوفت اوفيس. البرامج دي بتحتوي على ايه؟ بتحتوي على عدة تطبيقات، كل تطبيق ليه استخدام مستقل بذاته. تعالوا نعدد كده بعض التطبيقات الشائعة في حزمة برامج مايكروسوفت اوفيس. اول حاجة، اول تطبيق عندي مايكروسوفت اكسل، ثانيا مايكروسوفت وورد، مايكروسوفت باوربوينت، مايكروسوفت اكسس، اوتلوك. دي التطبيقات الشائعة. في تطبيقات طبعا كتيرة، ولكن احنا هنتكلم عن التطبيقات الشائعة دي، وهنخص في شرحنا بالتحديد تطبيق مايكروسوفت وورد. هنيجي الاول عايزين نفرق بين حاجتين، حاجة اسمها نظام الويندوز وحاجة اسمها تطبيقات مايكروسوفت اوفيس. انا لما بشتري الجهاز بتاعي، جهاز اللابتوب، رحت اشتريت جهاز لابتوب احدث حاجة وفرحانين بيه وجايبينه كده، الجهاز ده ما عليهوش اي حاجة، لا عليه برامج ولا عليه تطبيقات ولا عليه اي حاجة. الجهاز ده في حد ذاته كده هو جهاز تكنولوجي، ولكن غير تفاعلي، انا مش هقدر اتفاعل معاه، هو بالنسبة لي كده قطعة من الحديد انا اشتريتها. صحيح هي قطعة تكنولوجية، ولكن لسه ما تفاعلتش معاها. يبقى أول حاجة هعملها لازم أنزل عليه حاجة اسمها نظام الويندوز. بنسمع ولادنا في البيت يقول إيه، أنا سطبت ويندوز. يعني إيه سطبت ويندوز؟ يعني هو اشترى الجهاز دلوقتي وعايز يتعامل معاه، فيبتدي إن هو يروح مكان موثوق فيه. لازم أكون أشتري التطبيقات دي من مكان معتمد ومكان يعني ليه صلاحية في البيع الآمن. يعني إيه بقى بيع آمن؟ يعني يديني نسخ أصلية، يديني نسخة معتمدة من مايكروسوفت. يعني إيه نسخة معتمدة من مايكروسوفت؟ دي نقطة مهمة لازم نقف عندها ونتكلم فيها. مايكروسوفت لما بتنزل نسخة ويندوز بتنزل معاها حاجة اسمها سيريال نمبر. السيريال نمبر ده مستحيل ان يكون في نسختين بنفس سيريال نمبر واحد، دي بتبقى عاملة كده زي بصمة الصباع، ما تتكررش بين شخص واخر. ليه مايكروسوفت عملت كده؟ حماية لمنتجاتها، هي بتحمي منتجاتها من التداول الغير شرعي. يعني ايه تداول غير شرعي؟ يعني انا دلوقتي اشتريت الاسطوانة دي، اشتريتها وجبتها عشان احملها عندي على الجهاز بتاعي. جه اي حد قال لي والله انا عايز النسخة دي، هديله النسخة دي. طبعا هديها له بنفس سيريال نمبر بتاعها اللي انا سجلته عندي على الجهاز. الشخص ده هيجي يسجلها عنده، هينزلها او هيحملها او هيسطبها، هيحط نفس الرقم. هنا بقى بتبقى المشكلة. نسختين بنفس سيريال نمبر واحد بتحصل مشاكل بالنسبة للويندوز. طب امتى تحصل المشكلة دي؟ لو الجهازين دول اللي عليهم نفس النسخة بنفس السيريال نمبر دخلوا عن طريق الاونلاين والنت. هنا في الحالة دي اجهزة الحماية بتاعت مايكروسوفت اوفيس على طول بتكتشف ان في سرقة تمت لبرنامج عندها، وان في
جهازين محملين نفس النسخة، فإيه الإجراء الآمن اللي الشركة بتعمله؟ على طول بتقوم موقعة النسختين. هي ما بتفرقش بقى مين صاحب النسخة الأصلية اللي جابها من مصدر معتمد وموثوق فيه، ومين الشخص التاني اللي أخدها ونزلها بنفس السيريال نمبر. تبص تلاقيها راحت موقعة النسختين على طول، ودي طبعا بتعمل مشاكل عندنا في الجهاز، بتعطل الشغل، ممكن تتسبب في تلف بعض أجزاء من الجهاز أو بعض ملفات، وطبعا ده بيأثر تأثير سلبي على إنتاجيتنا. يعني لو الجهاز مثلا عليه بيانات موظفين ومرتباتهم، عليه بيانات طلبة ودرجاتهم، على ما أنا أصلح الجهاز واستعيد النسخة وأبتدي أشوف إيه التلفيات اللي حصلت، ممكن يعطل حاجات كتيرة خاصة بالمجال اللي أنا شغالة فيه. فدي بتبقى شيء بننصح إن إحنا نبتعد عنه تمام. ولكن في حالات مثلا اللي أخد النسختين بنفس الرقم ما دخلش على النت، هو بيستخدمها استخدام بعيد عن الأونلاين، هنا نقدر نقول إن إمكانية إن مايكروسوفت تعمل ضرب للنسخة بتكون معدومة. ولكن أنا بفضل إن احنا نشتغل بنسخة آمنة منعا لحدوث أي مشاكل. نسخة الويندو اللي أنا جبتها دي بجيبها ببتدي إن أنا أسطبها، بنسمع ولادنا زي ما قلنا بيقولوا أنا هسطب نسخة ويندو. التسطيب ده بيبقى مجموعة من الخطوات المسلسلة، ببتدي أمشي خطوة خطوة، بيتيح لي إمكانية إذا كنت أنا عايزة أنزل النسخة دي بأنهي لغة. في لغات عديدة جدا، بس إحنا الشائع عندنا في الدول العربية أو في مصر إن إحنا بنستخدم لغتين، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. في حد يقول والله أنا بستريح في الشغل في النسخة في واجهة التطبيق والتفاعل باللغة العربية، نقول له مفيش مانع، الشركة أتاحت لك هذه الإمكانية. في حد يقول والله لا أنا متعود على اللغة الإنجليزية والتولز عندي والأوامر كلها بحب أشوفها باللغة الإنجليزية لأن أنا متعود على هذه اللغة، على طول بستخدم بيها الويندوز، نقول له برضه مفيش مشكلة، ابتدي نزل النسخة باللغة اللي تستريح ليها في الشغل. تمام؟ بعد ما نزلت نسخة الويندوز بقى الجهاز عندي مهيأ إن أنا أشتغل عليه. فاضل حاجة، ايه هي الحاجة دي؟ تطبيقات مايكروسوفت اوفيس اللي احنا قلنا عليها، حزمة البرامج اللي من ضمنها وورد، اكسل، باوربوينت، جميع التطبيقات اللي احنا اتكلمنا عنها وهنتكلم بالتفصيل عن واحدة واحدة فيهم. هبتدي ان انا اجيب برضو نسخة منها، برضو لازم اجيبها من مكان موثوق فيه ومكان معتمد من الشركة متعارف عليه، ولازم كمان يكون المكان ده بيقدم خدمة ما بعد البيع، عشان انا لو حصل عندي اي مشكله وانا بسطب النسخه او انا بحمل تطبيقات مايكروسوفت اوفيس اقدر ان انا ارجع للمكان ده واقول لهم المشكله اللي عندي ويقدروا يساعدوني، يا اما يفهموني او يوضحوا لي في خطوه مثلا انا غابت عني اعملها، يا اما تكون النسخه فعلا فيها مشكله من الشركه فيبتدي يغير لي النسخه ويديني نسخه تانية. فدي بتبقى اهميه الشراء من اماكن معتمده وموثوق فيها. ما اجيبش الشغل بتاعي من اي مكان مش معتمد او من اي مثلا حد عرض عليا ان انا اخد نسخة، لان ده هيأثر بالسلب زي ما قلنا على شغلي وممكن يدمر لي ملفات مهمة عندي ما اقدرش ارجعها تاني. كتير جدا بنلاقي مشاكل بتحصل بسبب كده، حصل تدمير في نسخة الويندو، حصل تدمير في حزمة برامج الاوفيس، فما نعرضش نفسنا للمشكلة دي ومن البداية نختار الطريق الصحيح اللي من خلاله نجيب النسخة اللي احنا هنحملها. طيب جبت نسخة الاوفيس ابتدي احملها كده بقى عندي، ونسخة الاوفيس زي ما قلنا برضو بالنسبة لنسخة الويندوز في كذا خيار للغة، لو انا عايزة لغة عربية بينزلهولي باللغة العربية، لو عايزة لغة انجليزية بينزلهولي باللغة الانجليزية، لو عايزة اي لغة اخرى. ده في كمان برامج تطبيقات حزمة الاوفيس دي بتتباع اصلا في نسخة عربي وفي نسخة انجليش، فبختار النسخة اللي بتريحني في شغلي. كده الجهاز عندي بقى جاهز للاستخدام، عندي نسخة الويندوز وعندي تطبيقات مايكروسوفت اوفيس حزمة البرامج.
طيب حتى هيسألني دلوقتي يقول لي طب احنا هنستفاد ايه لما نتعلم خزمة برامج مايكروسوفت اوفيس اللي اتكلمتوا عنها دلوقتي، اللي قلتوا لنا ان هي وورد، باوربوينت، اكسل، اوتلوك، جميع التطبيقات اللي موجودة في الحزمة. بكل بساطة دلوقتي بقى من متطلبات سوق العمل حاجة اسمها الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر. الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر اللي احنا بنسميها شهادة الاي سي دي ال او شهادة الانتل. الرخصة دي هي اثبات ان حضرتك او حضرتك بتقدروا او متمكنين من استخدام حزمة برامج مايكروسوفت اوفيس. دي شهادة بتديها الشركة اللي هي بتعتمد هذه الشهادات من مايكروسوفت اوفيس ان دي شهادة رخصة دولية لقيادة الكمبيوتر. طيب هل الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر دي اللي هي الاي سي دي ال او الانتل دي، هل هي تقتصر على العاملين في المجالات الإدارية او العاملين في المجالات التعليمية؟ لا، ده هي بتطلب في جميع المجالات. اللي هيشتغل في المجال الطبي هيحتاجها، في المجال الصناعي هيحتاجها، في المجال الزراعي هيحتاجها، في أي مجال من المجالات اللي احنا ذكرناها هيحتاجها. ليه؟ لأن دي في أي مكان من الأماكن دول زي ما قلنا لازم تتعامل مع هذه البرامج. أي مكان دلوقتي ودخلنا أي مكان بنلاقي جهاز كمبيوتر بيسهل عملية الشغل عليه. فإن ما كنتش انت ملم بحزمة هذه البرامج مش هتقدر ان انت تستخدم هذا الجهاز، وبالتالي ضاعت عليك فرصة من فرص العمل. يبقى احنا اتكلمنا دلوقتي عن التطبيق اللي هو الويندوز او بيئة الويندوز اللي انا هنزلها على الجهاز، وبعد ما نزلنا الويندوز على الجهاز هبتدي انزل حزمة برامج مايكروسوفت أوفيس، وعرفنا أهمية هذه الحزمة. تعالوا بقى نمسك تطبيق كده من تطبيقات مايكروسوفت أوفيس ونقول إحنا ممكن نستخدمه في إيه؟ في حياتنا العلمية وحياتنا الشخصية، إزاي هنظم لنا شغلنا. أول حاجة نتكلم عليها تطبيق مايكروسوفت إكسل. مايكروسوفت اكسل ده تطبيق محاسبي او برنامج محاسبي خاص بالحسابات، اسمه مشتق من اكسلنت. اكسل مشتق من اكسلنت يعني الممتاز، الممتاز في المحاسبة. طب ده هو ممكن يعمل ايه بالنسبة للحسابات؟ ده ممكن يعمل لي الحسابات الورقية اللي انا بعملها في الدفاتر الورقية ممكن انفذها على البرنامج ده. زي ايه؟ زي الميزانية، حساب الارباح والخسائر، حساب اليومية، دفتر الأستاذ، كل دي حسابات ممكن أنفذها على برنامج الإكسل وتتسطر بالظبط بنفس التسطيرة اللي بتبقى موجودة في الدفاتر الورقية. بقدر أعمل لها نفس الحدود ونفس الخانات ونفس التقسيمة ونفس كل، يعني أقدر أنفذ نسخة أصلية من المستند الورقي وتسطيرته أنفذها على برنامج الإكسل المحاسبي. تعالوا كده هو نشوف لو انا في الدفاتر الورقية دي، في دفتر يومية او دفتر استاذ او ميزانية، جيت غلط العنصر البشري معرض للخطأ في الشغل بتاعه. قال لك ان الدفاتر دي لو غلطت فيها ممنوع فيها الشطب والقشط، لو حصل فيها اي شطب واي قشط لا تعتمد. ويقول لك ايه؟ لا، عيد الدفتر تاني. تخيل، عيد الدفتر تاني، يعني في اهدار للوقت، في اهدار للجهد، في اهدار للمال، في اهدار في اتخاذ، في وقت اتخاذ القرار. لو المستندات دي هيترتب عليها اتخاذ قرار المفروض ان متخذ القرار يتخذه في هذا الوقت الحالي، وحصلت هذا الخطأ او هذا التجاوز، هنعطل متخذ القرار ان هو يتخذ قراره لغاية ما نصحح هذا الخطأ اللي حصل في الورقيات. طب تعالوا بالمقابل نشوف في برنامج الاكسل لو حصل خطأ وانا شغال، بكل سهولة بضغطة زر على الكيبورد أقدر أمسح الخطأ ده وأكتب البيان الصح، ولا هيبان في الصفحة إن في شطب ولا قشط ولا أي حاجة نهائي، ومش هضطر إن أنا أعيد الدفتر لأن خلاص الخطأ
اتعالج، ما يترتب عليه بعد ذلك كله صحيح، مش هقدر يعني مش ملزم ان انا اغير اي حاجة تاني. فبكده هو وفر لي وقت، وفر لي جهد، اداني كفاءة عالية في الشغل، خلى متخذ القرار يتخذ قراره في الوقت المناسب. بالإضافة إلى كده، برنامج الإكسل برنامج ممكن من خلاله أضيف صور، أضيف رسم بياني، أضيف مؤثرات، أضيف رموز، بيتعامل مع حاجة اسمها المعادلات والصيغ والدوال، ودي حاجات مهمة جدا بتفيدنا جدا في شغلنا وفي إحصائياتنا. بيتعامل مع مختلف أنواع الدوال، الدوال المالية، الدوال الرياضية، الدوال الإحصائية، المنطقية، التاريخ والوقت، كل دي دوال بيتعامل معاها. وهنشوف لما نتكلم عن برنامج مايكروسوفت إكسل بالتفصيل هنستخدم إزاي المعادلات والصيغ والدوال دي. طيب، يبقى عرفنا إن برنامج مايكروسوفت إكسل مهم وبستعين بيه في كل هذه الأعمال والمهام. طب هل يا ترى هذه الأعمال والمهام لبرنامج الإكسل خاصة بس بالأماكن اللي فيه موظفين؟ علشان أعمل أو في شركات مثلا حساب أرباح وخسائر وهكذا، ده خاص بجميع المجالات، هحتاجه في المجال الزراعي. طب ما أنا بعمل حسابات في المجال الزراعي، مش بس شركات المنتجات هي اللي بحتاج فيها الإكسل، فأنا بحتاجه في المجال الزراعي، في المجال الصناعي، في المجال الطبي. طب ما أنا في المجال الطبي بحتاج ان انا اعمل حسابات، بحتاج ان انا عندي منتجات بضطر ان انا اسعرها، بضطر اعمل دفتر استاذ لحساب الصادر والوارد وهكذا. فمحدش يفتكر ان برنامج الاكسل هو برنامج تجاري فقط لا غير، لا، ده بيستخدم في جميع المجالات. ده عن برنامج الاكسل. تعالوا نشوف نبذة مختصرة كده عن برنامج مايكروسوفت اكسس. برنامج مايكروسوفت اكسس ده برنامج قواعد بيانات، بيتعامل مع البيانات الكبيرة البيج داتا. من خلاله بقدر ادخل قاعدة بيانات للمؤسسة اللي انا شغال فيها، سواء كانت مؤسسة عسكرية، مؤسسة تعليمية، مؤسسة صحية، اي نوع من المؤسسات ليه قاعدة بيانات، ببتدي ان انا اتعامل مع هذه البيانات. اتعامل بيها من خلال ايه؟ اوجد علاقات ما بينها وبين بعضيها، اعمل جداول واربطها ببعضيها، اعمل عملية فرز، اعمل عملية تصفية، اعمل عملية ترتيب تصاعدي، ترتيب تنازلي، كل دي عمليات حسابية وعمليات خاصة ببرنامج الاكسس بنفذها على البيانات اللي متسجلة فيه او قاعدة البيانات العريضة اللي موجودة فيه. ثالث برنامج ممكن استخدمه مايكروسوفت باوربوينت. مايكروسوفت باوربوينت ده برنامج عروض تقديمية، برنامج عروض تقديمية. ازاي بعمل منه ايه؟ بيتعامل من خلال الشرايح السلايد، كل سلايد ببتدي احط فيها البيانات اللي انا عايزاها علشان اكون عرض، سواء انا هروح اعرض العرض ده في مؤسسة تعليمية، في مؤتمر، في اي مكان بكون انا محتاجاه فيه، وببتدي ان انا اعرض البرزنتيشن ده على متلقين او على حضور في مؤتمر او في مركز تعليمي. برنامج الباوربوينت ده بيتيح انتاج الصور، بضيف فيه فيديوهات، بضيف فيه صوت، بضيف فيه جميع المؤثرات اللي ممكن ان انا احتاجها في العرض ده. ممكن كمان احول العرض الى فيديو بحيث ان انا اعرضه كشريط فيديو هو يعرض نفسه بنفسه. طيب، اتكلمنا النهاردة عن تأثير التكنولوجيا في حياتنا وخاصة في التعليم، واتكلمنا عن الجهاز بتاعي لما باجي ازوده بتطبيق الويندوز او ببيئة الويندوز، واتكلمنا عن تطبيقات مايكروسوفت اوفيس، اتكلمنا عن مجموعة تطبيقات وقلنا مزاياها، عرفنا مزايا كل تطبيق واستخداماته. هنركز ان شاء الله في الحلقة الجاية عن تطبيق مايكروسوفت وورد. مايكروسوفت وورد ده من البرامج الشائعة في الكتابة، برنامج مايكروسوفت وورد هنستخدمه في كتابة الرسائل، في كتابة وتنسيق المجلات، في كتابة الأعمدة الصحفية، بنسليه استخدامات كتيرة جدا
وما لا يخلو لا يخلو اي مكان او اي منزل او اي مؤسسه او اي شيء من ان هو يستخدم تطبيق مايكروسوفت وورد. اي ورقه بحتاج اكتبها لازم اكتبها على الكمبيوتر، لان دلوقتي طبعا ما بقاش ان هو اقدر اكتب ورقه واقدمها كمستند بخط الايد، لا لازم استخدم وسيله تكنولوجيه وبرنامج تطبيقي من خلاله انتج الوثيقه الالكترونيه اللي هتعامل بيها. فبرنامج مايكروسوفت وورد اكتر البرامج الشائعه وسهله الاستخدام وليها تولز بسيطه وبتدي امكانيات هائله جدا لتنسيق الوثيقه الالكترونيه وانتاجها بالشكل اللي انا احب ان هو يظهر عليه، والتنسيق بالحروف ولو بضيف ارقام او بضيف تعداد، كل دي مميزات بلاقيها وتولز بلاقيها في برنامج مايكروسوفت وورد. وهنشوف بالطريقة العملية ان شاء الله في الحلقات الجاية ازاي هستخدم البرنامج ده بالتولز بتاعه. اعزائي المشاهدين، مشاهدين قناة مدرسة اونلاين، بشكركم جدا على حسن استماعكم، وهنلتقي إن شاء الله في الحلقة الجاية وهنكمل شرح تطبيق مايكروسوفت وورد. شكرا لكم جميعا.